بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ وليد المعنداوي من جي اف اكس اكاديمي دوت نت، ونكمل تاني محاضرة لنا في تحضير الشخصية أو ورشة تحضير الشخصية التحريك، وتاني محاضرة في السينما. وإن شاء الله هنحاول نخلص الورشة في من خلال المحاضرة دي، اللي احنا فاضل لنا جزء الإيد، وبعد كده هنعمل الويت أو تربية العظم اللي احنا عملناه ده كله بالجسم الشخصية اللي قدامي. خلينا نبدأ على طول. هنمسك الاتنين أرم مع بعض، هيظهر لنا الهاند، وبقولك الكاونت. الكاونت دي عدد العظمات اللي انت هتبدأ تكريتها، اوكي؟ فخلينا نعمل هاند الاول. هنضغط على كنترول عشان نعمل لنا على طول اوتو كوبي على الناحية التانية، ونضغط على الهاند. ظهر لي هنا وهنا عظمتين بالشكل ده. هروح على الادجستمنت، وطبعا انا مفعل، هروح على الهند ومفعل السيمتري. فطبعا انا ايه دلوقتي اللي انا هعمله هنا هيتحول هنا على طول. بخش على الكومبوننت عشان اقدر اتحكم، وباجي على الاف 2 عشان يجيب لي توب فيو، وابتدي احطها في مكانها المظبوط. هحط العظمة هنا في المنطقة دي لغاية هنا، كويس. بعد كده هروح اشوف الايد التانية، هل اللي انا عملته ظهر هناك ولا لا. تمام. هاجي عند البيلد تاني، واجي امسك الهاند، الهاند دي والهاند دي الاتنين بالكنترول، واجي ادوس على شيفت وضغط هنا. ايه اللي هيحصل لي؟ اللي حاصل اللي هو عمل لي فينجر، اللي هو مين؟ الابهام. يبقى الثمب اللي كان قبل كده الابهام، اما الفينجرز او الديجيت فينجرز دي الفينجرز كلها اللي هتبقى الاربع صوابع الباقيه. طبعا عامل الابهام على الجنب شويه، بيعمله بقياسات خاصه يعني بين المسافه بين عظمه الهاند وعظم الصوابع. هنبدا نمسك هنا ونضغط على شيفت ضغطه، عمل لي صابع. تعال نشوف الناحية التانية عمله لي ولا لا. عمله لي، تمام. وده هنا ماسكين بقى شيفت واحد، احنا عملنا صابع اهو، لسه تلات صابع تانيين. واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة اربعة، اربع صوابع، وهنا اربع صوابع وابهام. تمام. دايما اطمع على شغلك احتياطي عشان ما يحصلش اي مشكلة، وتبدأ تعيد الشغل تاني. لو انت شفت التقسيمة هنا، هتبص تلاقي التقسيمة ال هاند ورايت هاند، وبعد كده ار وليفت. يعني ال ال ده متمثل بليفت هاند، بليفت وبالليفت بتوع الصابع كلهم، وهنا الار هاند او الرايت هاند بالار بتاع او الناحيه اليمنى بتاعت الصابع كلها. تمام. يبقى انا كده همسك اول ثمب، ثمب اللي هو مين؟ الابهام، اوكي. واروح على الادجستمنت، واروح على الكومبوننت، واجي هختار الروت بتاعه، واجي هنا كده في الحته دي احطه، وبعد كده هبدا اظبط هيتحط فين العظمه بالشكل ده. طبعا المفروض كمودلر يسلم لك الشخصيه، او كمودلنج لو انت مودلنج مودلر يعني، تعمل شخصيه عشان تسهل نفسك على نفسك، كلها صوابعها مفروضه تماما. لو احنا شفنا الشخصيه دي، مشكلتها بقى ان هي هتاخد وقت شويه في الريجنج، لان هنا الايد الصابع الابهام تحت المفروض يبقى مفرود تماما عشان يسهل عليك الرج، وطبعا دي هتبقى مفروده تماما زي تقريبا زي الصابع ده، اوكي. دي برضو تركايه كده لازم تبقى عارفها عشان تسهل على نفسك بعد كده. اف 2 نمسك تاني صابع، الروت بتاعه هنبدا مثلا من هنا نعمل روتيشن. هنحطه بقى في المنطقة التمام بتاعته. تقريبا هحط العصب ده او البداية هنا، حط فيه الورلد، وخاني في اللوكال. مكان تانية الصابع هو اللي هتحط فيها المفصل. دي كلها مفاصل بقى،
خلاص انا كده دلوقتي بلعب في المفاصل. ودي طبعا الكنترول الاخير لازم يبقى بره بره الايد على طول كده بالشكل ده. تعال نشوف لو انا جيت عملت ان اتش ان جي، ابص لي الواير فريم. تعالى بقى هنا عند البيلد، لو جيت شفت منظر العظمه عامله ازاي، هتبص تلاقيها عامله ازاي. شايف؟ هتلاقي هنا في عظمه، عظمايه واحده بس في الروت ده، وبعدين عظمه كبيره متقسمه لتلاته تلات عقل. دي هو الوضع التشريحي بتاع السينوفور دي مع الهاند او الفينجرز. بيعمل لك عظمه كبيره فيها تلات صوابع، تلات عقل، ادي مفصل اتنين بتلات عقل وعقله لوحدها بره. في حاله اللي انت لو انت مختار من الاول خالص أربعة أربعة ديجيت، وده اللي أنا كنت نوهت عليها في الأول. هنروح على ال هنا، نمسك بقى تاني عقلة ونبدأ نشتغل عليها. هنيجي على adjustment NB، نيجي على rotation ونخليها بقدر الامكان دايما في نص من اللي فوق، من توب فيو لازم تبقى في النص بالظبط. هنمسك دي ونخليها عند تانية الصبع من فوق. على فكرة دي هتبقى فوق شوية. خلينا في دي، اتاكد ان انا ماسك السهم نفسه. دي طبعا هتبقى هنا، تاني صباع بمسكه بحطه في وضعه المظبوط هنا مثلا، او خلينا هنا شوية. اوكي هنيجي على الروتيشن، ونبدأ نعمل ريفاين او ريبليسمنت لكل المفاصل، كل واحدة في مكانها بالظبط. تقريبا هنا. بعد كده هنصلح كل ده في البرسبكتيف فيو بعد كده. هنا دي تركيه بقى بسيطة، لو انت هتشتغل على الصابع الصغير دايما تخليها ورا جدا الروت بتاعه. ممكن من الاول تظهر تلات عظمات بس، تمام؟ بس انا هظهر اربعة عشان اتحكم برضو في الريجنج بعد كده، عشان الاعصاب دي كلها تخش جوه الايد. الايد نفسها ما تحتاجش تعديل كتير في لما عملها سكيننج. يعني سكيننج يعني بربط العظم اللي انا عملته بالجسم تربيط كويس بحيث ان ما يحصلش فيه ديفورميشن او اي مشاكل. طبعا دي المشاكل بقى اللي هتقابلنا، الصباع اصلا متني فمش واضح، ده انا اتكلمت فيه قبل كده. هنيجي على البرسبكتيف فيو باف 1 ونبص بصه كده، نبدا بقى نعمل ريفاين. دي هتنزل تحت
يتحط في مكانه، العظمة دي تتحط في مكانها مظبوط. دي هتنزل كده، ده قدام الصبع بالظبط. وانا مشكلة طبعا في اللوكال هنا معاه شوية شوية. خد وقتك دايما في الريك بتاعك، عشان كل ما عملت الريك كويس، الريك اللي احنا بنعمله ده دلوقتي، كل ما وفر معاك في السكيننج بعد كده، او في تربيط العظم ده مع الجسم. فخليك دايما خد وقتك وما تستعجلش، ولو غلطت عيد تاني مفيش مشكلة، لكن ما تعملش الشخصية على اساس وحش، لان هتعبك بعد كده في كل حاجة. هنخلي العظم اللي احنا بنعمله او الاعصاب دي في نص، في عند الايدج ده. اوكي، هنخليه كده هنا. طبعا غلط غلط ان انت تمسك التشايلد الاول قبل الاب، يعني الاب اللي هو دي تعتبر الاب بالنسبة لدي، ان دي هي اللي هتحرك في دي او هتتحكم في دي، ونفس الحكايه في دي العظمه دي هي اللي هتتحكم في الاتنين دول. فلو انا مسكت العظمه دي وجيت عملت كده، بص تلاقي الاتنين التانيين باظوا. فانا اظبط الاول الاب وبعدين التشايلد بتاعه، هي بتتسمى كده يعني اب بيرنت وتشايلد. والله يعني الصبع ده شكله عقلتين، مفيش مشكلة، هنتحايل بقى على الموضوع ونخليها كده. ماشي، اوكي. اهم حاجة من فوق تبقى في النص بالظبط، شايف دي كده؟ ما ينفعش، خليها في النص. ودي هنخليها في النص من فوق. ما هو مهم قوي من فوق تبقى في النص بالظبط، مش مشكلة من الجنب، ممكن ما تبقاش في نص الصبع بالظبط، ممكن تبقى فوق سنة صغيرة عن النص. تاني صابع نبدأ نشوف، هنمسك دي هتنزل تحت شوية، نفس الحكاية. دي برضو طبعا ده هتنزل تحت خالص. اوكي كده، ودي هتنزل تحت. كأني بركب عظم إنسان جوه بادي فاضي. لاحظ الوضع التشريحي كويس جدا،
المفروض عشان تبقى ريجر ناجح او موديلر ناجح كمان او حتى انيميتور، يعني اي حاجه في مجال الشخصيات لازم تدرس تشريح كويس. وربنا يسهل ان شاء الله احاول اعمل يعني حاجه تشريح مجانيه كده. هو التشريح حقيقه انا شرحه باستفاضه شديده في الكورس المدفوع بتاع السينما 4D بتاع الريجنج شخصيات. هيبقى فيه الريجنج بطريقه ادفانسد شويه للبادي والفيشر ريجنج او الوش، ازاي احرك فيه العظم وازاي اعمل اكسبريشنز بتاع شخصيه تضحك وتتحكم بقى في العين والكلام ده كله. ان شاء الله بجهز كورس زي ده وهيبقى الاول عربيه ان شاء الله. نرجع بقى نشوف الهاند بتاعتي، تمام اعتقد انها يعني مش هحتاج اكتر من كده.